والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقول الله في محكم كتابه المجيد: لا يستوي القاعدون من المؤمنون غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعلى الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. نقف اليوم في الوقفة التضامنية مع الشاب حسن البقالي بالـ28 ربيعا، الذي قضى معظم سنوات عمره بين سجين ومطارد ومهجر، وهو اليوم كما تعلمون تحت أيدي المرتزقة الأجانب في مبنى التحقيقات، لا يعلم عن أخباره ومصيره شيئا سوى أخبار تقطع القلب والفؤاد على حقيقة ما يجري داخل غرفات التعذيب. فمن جملة ما وصل العائلة بأن جسم حسن الهزيل يرتعش في كل لحظة، لا يستطيع تناول طعامه بمفرده، وهو مكبل بالقيود الحديدية. ونحن كعائلة نشكر جميع من تكبد العناء وحضر اليوم معنا، وكما أننا ناشدنا وسوف نناشد مرة أخرى جميع قرى البحرين بالتحرك الفوري للكشف عن مصير حسن. فمن منطلق إسلامي وإنساني أمام الله، نحن مسؤولون لم ننصر المظلومين في بقاع الأرض، وها هو ابن أوان يعذب أشد التعذيب، فهل من ناصر ينصره؟ ألا من ضمير يتحرك للكشف عن مصيره المجهول؟ سنوجه رسالتان من مقامنا هذا. رسالتنا الأولى إلى الشعب، كل الشعب بأطيافه، إن أمثال المختطف حسن البقالي لهم دين في رقابنا، ونحن يجب علينا الوفاء بالدين، فقد خرج في سبيل الله إلى ساحات النزال وتعرض للأذى في سبيل إحياء الحق والمطالبة بحقوق هذا الشعب، وعاش مهجرا عن وطنه وأحبائه زهاء 3 سنين. وعندما أراد أن يلتجئ إلى دولة أوروبية، تقدمت سلطات عمان واعتقلته لديهم لمدة أكثر من 24 ساعة تحت مناشدات جدية بإخلاء سبيله، لكنهم سلموه إلى الكيان الخليفي الغاصب المحتل ليبدأ مشوار التعذيب والتنكيل لحسن، والقلق والخوف لعائلته. فرسالتنا واضحة للجميع وصريحة: تحركوا كما يملي عليكم ضميركم، فإن كنتم ممن يخافون ويغلقون أبوابهم في وجه الشباب المظلوم المقاوم فلا حديث لنا معكم، وإن كنتم أبطال تخرجتم من مدرسة حيدر الكرار فاجعلوهم يذيقون غضبكم، زلزلوا الأرض من تحت أقدامهم واجعلوها جهنم لهم. ورسالتنا الأخرى هي للسلطة العمانية والبحرينية: نحملكم كامل المسؤولية عما يتعرض له ابننا داخل مبنى تعذيبكم، ونطالبكم بالإفراج الفوري وإخلاء سبيل حسن البقالي وجميع المعتقلين السياسيين حتى لا تندموا بعد فوات الأوان. المجد والعزة للشهداء، والشفاء العاجل لجميع الجرحى، والفرج العاجل للأسرى والأسيرات، والخزي والعار للحكومة الدكتاتورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.